كابتن اسامه، مبروك تفوق النادي الاهلي لعب النتيجه، وكانت النتيجه ممكن تتضاعف عن كده كمان خلال اول مباراه. الطبيعي ان النتيجه تتضاعف. مبروك الحمد لله، اضافه 3 نقط تاني، فوز مستحق وفوز سهل بكل سهوله. النادي الاهلي قدر يجيب 4 اهداف، وزي ما انت قلت اضاع العديد من الفرص. يعني كانت النتيجة على الأقل مش هتبقى أقل من 7 أو 8 يعني. مباراة جيدة، مباراة من جانب واحد. النهاردة في تألق من أكتر من لاعب، حسين الشحات، إمام، أحمد عبد القادر عمل ماتش كويس رغم أنه أضاع فرص سهلة النهاردة. وسام قدر يجيب جونين حلوين. اللعيبة بتلعب بكل بساطة وسهولة، يعني زي ما احنا كنا متوقعين. احنا قلنا بين الشوطين كلنا اجمعنا ان النادي الاهلي هيضيف اهداف تاني، وده اللي حصل. الشوط التاني نفس المباراه مشيت على نفس الوتيره. النادي الاهلي هو اللي مسيطر، هو اللي بيخلق فرص، هو اللي مستحوذ، هو ولا اي مقاومه من فرقه الداخليه، يعني باستثناء الهدف اللي جابوه كده، يعني توفيق من عند ربنا، كرة اتغطت على الاوفسايد وراح الراجل جاب جون. فالنادي الاهلي يعني كل حاجه كانت في ايديه، من لعب، من سيطره، من استحواذ، من فرص، من اداء، من اجوان، من جمل، من فمبروك، ونستمر ان شاء الله على كده ان شاء الله رب العالمين عشان المباراه اللي جايه باذن الله.